الحب شغلة كبيرة وله أشكال كتيرة. إذا كنت بتحب حالك لدرجة الهوس بتصير أناني ونرجسي، وإذا كنت ماحي حالك كرمال غيرك بتختفي ببطل إلك وجود. شو الصح؟ خلينا نشوف. كتير حلو نحب حالنا بشكل إيجابي وصحي، بس الأجمل لما غيرنا يكون بحاجة لشيء أكتر منا نقدم له إياه حتى لو قدرين ناخده لإلنا. هيدا اسمه الإيثار، هيدا اسمه الحب. Thank you.